السلام عليكم. كثير من متعلمي اللغة الإنجليزية بيعانوا من التحدث بالإنجليزية، بيكونوا متعلمين كلمات، مفردات، تعابير، بيسمعوا للإنجليزية، ممكن يكتبوا إنجليزية، لكن التحدث يشكل عائق عندهم. نحن اليوم إن شاء الله حنكثف بتدريباتنا المميزة القوية اللي إن شاء الله حتخليك تتعلم كيف تتحدث باللغة الإنجليزية وتقول كل شي بدك إياه بطلاقة بسلاسة. طيب، بدي منك لما أقول الجمل تردد من بعده وخلينا نشوف هالجمل كيف حنعبر عنهم باللغة الإنجليزية. يلا خلينا نبدأ. Let's get started. طيب، عنا أول جملة: هل تذهب في عطلة كل صيف؟ هل ممكن نستعمل عدة كلمات باللغة الإنجليزية، منها do, did, can, have, are، فكل هولة نستعملهم لنقول هل. أوكي، هون عنا هل تذهب في عطلة كل صيف. كل صيف يعني هذا الشيء متكرر، أشبه بالعادة. أوكي، أشبه بتقاليد مثلا لما يكون عنا عادات باللغة الإنجليزية أو حتى حقائق، نستعمل the present simple tense، زمن المضارع البسيط. طيب، زمن المضارع البسيط لما يكون في عنا هل سنستعمل إما do أو does. طبعا does مع he she it، do مع جميع الضمائر الأخرى، هي شيء يعني هو هي وللجماد وغير العاقل. طيب، هنا أنت هل تذهب حنستعمل do. أوكي، إذا بنبدأ ب do وأنت you. طيب، شو يعني يذهب؟ go. do you go في عطلة، في عنا هالتعبير باللغة الإنجليزية on vacation. كل يعني every، وصيف يعني summer. يعني شوف جملتنا: do you go on vacation every summer. do you go on vacation every summer. طيب، بالماضي هل سافرت إلى مكة السنة الماضية؟ هل بالماضي البسيط رح تصير did مع جميع الضمائر. أوكي، هنبدأ did بما أنه سافرت أنت، أيضا you. أوكي، فينا نقول go ذهب، فينا نستعمل travel. travel يعني سافر، يسافر. did you travel إلى مكة؟ to مكة. والسنة الماضية last year. Did you travel to Mecca last year? Did you travel to Mecca last year? على فكرة، دي ويو فيكم تسمعون عم يرفضوها. Did you travel to Mecca last year? إذن فيك أيضا ترفضها هيك بالحالات غير الرسمية. Okay, بالinformal situations. Did you travel to Mecca last year? هل تصعد إلى الطائرة الآن؟ هل تصعد؟ عم نسأل عن شيء يحدث الآن، يستمر الآن. بدنا الـ present continuous tense. هل بالـ present continuous tense حيكون إما am, is, are. Okay؟ present continuous tense يعني المضارع المستمر. طيب، مع you التصريف شو هو؟ are. إذن are you. طيب، تصعد إلى الطائرة، في عنا هذا التعبير boarding the plane. أوكي، والآن right now. Are you boarding the plane right now? Are you boarding the plane right now? هل تستطيع التحدث بالإنجليزية لتساعدك خلال سفرك؟
الإنجليزية لتساعدك خلال السفر. طيب هل تستطيع لما يكون في عنا استطاعة؟ بالحاضر حنستعمل can. can إذا can مثل ما صرنا شايفين بعد can, are, did, you إلى آخره، بعد أول كلمة في السؤال حيصير في عنا you إذا كان في عنا سؤال هل yes or no question. أوكي ف can you يعني ضمير، طبعا إذا عم تسأل عن شخص آخر تستعمل ضمير آخر أو اسم شخص ما أو بلد ما، يعني إما ضمير أو اسم بعد الكلمة هذه can, are, did, do اللي حنسميها فعل مساعد. Can you التحدث بالإنجليزية speak English؟ لتساعدك to help you خلال during سفرك your travel أو رحلتك، مثلا فينا نقول trip during your trip. okay can you speak English to help you during your travel can you speak English to help you during your travel. طيب هنا هل استطعت التحدث مع السكان المحليين؟ استطعت بالماضي، ما بنستعمل كان، نستعمل could. إذا could you talk with سكان محليين يعني the locals. Could you talk with the locals؟ طيب بدلا من could you فينا نستعمل were you able to. okay إذا فينا نستعمل were you able were you able to talk with the locals were you able to talk with the locals. طيب هل ستسافر الى ماليزيا السنه القادمه؟ هنا عندنا ستسافر. اوكي بالمستقبل سنستعمل will. اوكي will بعدين you و travel. هل ستسافر will you travel إلى ماليزيا to Malaysia to Malaysia السنة القادمة next year will you travel to Malaysia next year. طيب هنا هل ستستطيع السفر لوحدك؟ عم نتحدث عن الاستطاعة في المستقبل. أوكي can في الحاضر، could في الماضي، لكن ما في كلمة مقابل لها في المستقبل. هنا رح نستعمل were you able to وحنحولها للمستقبل بما إنها هي نفس معنى can. إذا were you able to حتصير will you be able to. okay will you be able to. إذا أي سؤال بدك تسأل هل ستستطيع كذا وكذا هتبدأ ب will you be able to. أي سؤال تسأل عن استطاعة في الماضي could you أو were you able to. على فكرة could ممكن نستعملها لنسأل لنطلب شيء معين من غيرنا بطريقة مؤدبة، حتى كان ممكن نستعملها لنطلب شيء ما، لكن هنا عم نتحدث عن الاستطاعة. إذا عندها عدة معاني أخرى. طيب هنا will you be able to والسفر travel ولوحدك يعني alone. will you be able to travel alone will you be able to travel alone. هل سبق لك أن سافرت لوحدك؟ لما تلاقي هل سبق لك دغري قول هذه العبارة have you ever. Okay. Have you ever يعني هل سبق لك أن سافرت؟ Have you ever traveled؟ إذن هل سبق لك أن. Okay. Traveled على فكرة بالماضي هذا الكتاب الأمريكي، الكتاب البريطاني بصير في عنا 2L. Okay. أنا بعتمد الكتاب الأمريكي لكن فيك تكتبها 2L
إذا عم تعتمد الكتابة البريطانية. إذن have you ever traveled؟ وما معنى لوحدك؟ تعلمناه هون. Alone. Have you ever traveled alone؟ طيب هلأ تمرين في التحدث، بدي منك تقرأ الجمل من بعده. Do you go on vacation every summer? Did you travel to Mecca last year? Are you boarding the plane right now? Can you speak English to help you during your travel? Could you talk with the locals? Or were you able to talk with the locals? Will you travel to Malaysia next year? Will you be able to travel alone? Have you ever traveled alone? إذن هولي كانوا جملنا. بتمنى يكون فاتكن هذا الدرس. اعملوا لايك وشاركوا مع أحبابكن ليستفيدوا معكن، وبشوفكن إن شاء الله بالدرس المقبل. السلام عليكم.